أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة؟ كأن يقول الإنسان: اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان، أو ببركة الشيخ فلان، أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. هذا غير مشروع، السؤال بالجاه هذا بدعة لا دليل عليه، كذلك بالحرمة أو بالبركة، كل هذه أمور مبتدعة. ولكن توسل المشروع أن تتوسل باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فتتوسل إلى الله باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتك إياه، لأن هذا هو عمل صالح. ويجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل بالجاه والحق والبركة وغير ذلك، أو بالحرمة، هذه أمور مبتدعة وهي وسيلة إلى الشرك، هي بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.